مشاهدينا تحية للجميع، مشاهدي قناة شوف تيفي مباشرة من قلعة صراغنا، مشاهدينا بجوطية فإقبال كبير على جوطية وخاصة يوم الأحد مشاهدينا، فمن خلال هذه الجولة نشوفوا الأشياء اللي متواجدة بها واللي معروضة للبيع طبعا واللي عندها زبائن من نوع خاص. إذا كما قلت مشاهدينا فإقبال كبير على جوطية وخاصة يوم الأحد، سيكون يوم استثنائي مشاهدينا وكتكون واحد العدد ديال الأشياء اللي متواجدة بها واللي معروضة للبيع طبعا مشاهدي قناة شوف تيفي، بتواجد واحد العدد ديال الأشياء اللي معروضة للبيع طبعا، هاد الأشياء اللي عندها زبناء من نوع خاص، فمن خلال هاد المباشر غنشوفوا واحد العدد ديال الأشياء اللي معروضة للبيع طبعا والإقبال الكبير اللي عليها خاصة يوم الأحد كما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي. بالنسبة للأشياء اللي كتواجد بهذه الجوطية ومعروضة للبيع طبعا أشياء مستعملة، أشياء كتكون بأثمنة في المتناول، بأثمنة جد مناسبة مشاهدي قناة شوف تيفي، فمن خلال هذه الجولة بهذه الجوطية غنشوفوا شنو هي الأشياء اللي متواجدة بها واللي معروضة للبيع طبعا مشاهدينا والأثمنة ديالها كما قلت مشاهدينا اللي كتكون بأثمنة جد مناسبة، أثمنة في المتناول أو في متناول الجميع مشاهدي قناة شوف تيفي. ما قلت مشاهدينا فهاد الجوطية اللي كتوجد بها أشياء كما قلت أثمنة جد مناسبة، أثمنة في المتناول وإقبال كبير عليها مشاهدي قناة شوف تيفي. الله لك يعطي احنا طبعا بالنسبة للجوطية اليوم غادي نشوفوا إقبال كبير على هذا الجوطية طبعا، وواحد العدد ديال الأشياء اللي متواجدة ومعروضة للبيع طبعا مشاهدينا، وخاصة يوم الأحد، يوم الأحد كيكون يوم استثنائي، كتكون يعني الجوطية والجنبات ديال الجوطية أو خارج الجوطية خارج السوق غادي نشوفوا واحد العدد ديال الأشياء وأفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج طبعا، حتى هما اللي متواجدين تيكونوا اليوم وكيجيبوا بعض الأشياء الغريبة اللي حتى هي كتكون معروضة للبيع وسط إقبال كبير مشاهدي قناة شوف تيفي. إذن كما قلت مشاهدينا بالنسبة للجوطية يوم الأحد يكون يوم استثنائي، وغادي نشوفوا خارج الجوطية واحد العدد ديال التجار وحول الإقبال الكبير اللي كيتواجد طبعا بتواجد عدد من الأشياء اللي معروضة للبيع طبعا وكتكون بأثمنة في المتناول وأثمنة جد مناسبة. مرحبا مرحبا حتى الاول. الله يبارك فيك السي قرشي كي داير هاني؟ دوزتينا الواد يا مرحبا. مرحبا ندوزو الواد وندوزو في اليوم انت. احكي لنا على الجوطيه، احكي لنا على هذا البرامج اللي كتبيع. خير موجود خير موجود تبارك الله وقدينا من اللي رواه الوقت والله الا تبرعت. احكي لنا على الاقبال اليوم في الجوطيه من بعد امطار الخير. شنو والله والله الخير مشات تبارك الله. الله ينصرك. تبارك الله عليك. مشيت ايام الواد ديال تساوت. تفرج في الفيديو ديالك مزيان الله يعاونك. ايوا تبارك الله عليك والله يرحمنا والله يزيدنا من فضله. فمشاهدينا غتبقوا معنا دائما في هذه الجوله بالجوطيه ديال قلعه صراغنا وخاصه يوم الاحد وسط اقبال كبير مشاهدينا، غنشوفوا واحد العدد ديال الاشياء اللي متواجده بهذه الجوطيه ومعروضه للبيع والاقبال الكبير عليها خاصه يوم الاحد مشاهدي قناه شوف تيفي. طبعا مشاهدينا بالنسبه ليوم الاحد كيكون يوم استثنائي، كيكون واحد العدد ديال الاشياء اللي معروضه للبيع بهذه الجوطيه، وكما قلت هذه الاشياء اللي عندها زبناء من نوع خاص مشاهدينا، طبعا كتكون بعض الاشياء الغريبه والنادره في بعض الاحيان مشاهدينا عندها زبناء ديالها اللي كيجيو خصيصا باش يبحثوا على الاشياء اللي ممكن يصادفوها او يلقاوها ويلقاوها بشي اثمنه اللي هي في المتناول مشاهدينا. الذكر كيضاعف البصر، الذكر كيضرب الكلاب. إذن كما قلت مشاهدينا وسط إقبال كبير
اللي كتابعوا معنا من هذه الجوطيه ديال قلعه صراغنا وسط اقبال كبير وتواجد واحد العدد ديال الاشياء كما قلت مشاهدينا اللي معروضه للبيع. قلت اقبال كبير مشاهدي قناه شرطه ضيف الجوطيه. طلب با هشام الو تيكيتي يا خويا الو تيكيتي فضة كدير اخي هشام هاني الله يحفظك كلشي بخير حيد الصوت حيد الصوت حيد الصوت. طلع معنا با هشام من بعد امطار الخير الحمد لله كنشوفوا اقبال كبير بالجوطيه. حكينا على الجوطيه اليوم. اللهم بارك الحمد لله على نعمه الله وهذه النعمه اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. الامطار الخير كيتبشر بالخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. ايوا بدايه موفقه ان شاء الله وكنشوفوا الاجواء بعد حيدت هذا المرض والتغوبيشه. كنتمنوا الخير ان شاء الله للقدام والله ينعم علينا بالخير والله يعطينا اللي قد نفع. والحمد لله راه بنادم يحيد هذا المرض ويحيد سميتو هذا الريح خير كثير والله الله وفرحان والناس فرحانه الحمد لله الناس فرحانه. شفنا الاقبال اليوم الجوطيه تبارك الله الناس ناشطه. الله يجعل البركه الله يجعل شي بركه الحمد لله. كاين الاقبال كاين الناس سميتو كاين بنادم كلاش اش باغي كلاش كيتقدى المهم كاين اقبال الحمد لله كاين تحسن ولله الحمد. الحمد لله تحيه لك سي هشام تحيه لكل التجار اللي كيتواجدوا الجوطيه ديال قلعه صراغنا مشاهدينا كما قلت بعد امطار الخير والاقبال الكبير اللي كتعرفوا الجوطيه خاصه يوم الاحد مشاهدينا. هذه الجوطيه اللي عندها زبناء من نوع خاص مشاهدينا كما قلت تواجد واحد العدد ديال الاشياء اللي معروضه للبيع مشاهدينا. اذا كما كتابعوا معنا مشاهدي قناه شوف تيفي وسط اقبال كبير جوطيه ديال قلعه صراغنا بالنسبه ليوم الاحد كيكون يوم استثنائي كيكون واحد العدد ديال التجار طبعا وتكون اقبال كبير على الجوطيه بتواجد بعض افراد الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج بتواجد كذلك واحد العدد ديال الاشياء اللي كتكون معروضه للبيع طبعا مشاهدي قناه شوف تيفي. ف ما قلت مشاهدينا واحد العدد ديال الاشياء اللي كتواجد ومعروضة للبيع وسط إقبال كبير. وسط إقبال كبير مشاهدي قناة شوف تيفي بالنسبة للجوطية ديال قلعة صراغنا خاصة يوم الأحد تواجد تواجد واحد العدد ديال الاشياء اللي معروضه للبيع. إذن مشاهدينا فيما تابعتم معنا من خلال هذا المباشر واللي من خلاله حاول نقربكم الأجواء اللي كتعرفها جوطيات قلعة صراغنا والإقبال الكبير عليها طبعا تواجد أشياء غريبة معروضة للبيع وهذه الأشياء اللي عندها زبائن من نوع خاص مشاهدي قناة شوف تيفي. فالحمد لله على أمطار الخير اللي نعم بنا نعم بها الله علينا ونتمنى ان شاء الله المزيد. اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من القانتين. نلقاكم مشاهدينا في مباشر اخر في موضوع اخر الى اللقاء.